في المنحدرات الشمالية لجبل أولوضاغ في شرق بورصة العثمانية، يتأرجح التاريخ العثماني على أطلال القرى العثمانية القابعة هناك، ولعل أشهر تلك القرى قرى قزق أو الإبنة، القرى التي يعود تاريخها إلى عصور قديمة، أي إلى أكثر من 700 عام، حيث أخذت اسمها من إحدى قبائل أوغور العتيقة، وما زالت جميع هذه القرى قائمة حتى يومنا هذا، وكذلك ما زالت محافظة على طابعها التاريخي من خلال بقايا الكنائس والجسور العائدة إلى عهد الدولة البيزنطية، ومن خلال الجوامع والحمامات العائدة إلى عهد الدولة العثمانية. جايين زيارة هنا، وأول مكان زرنا القرية هذه. القرية هذه حلوة، ويعني فيها أشياء قديمة وأشياء تراثية، يعني تذكرنا الأيام الأولية القديمة. فشوف عندنا الصغار يعني مستانسين وفرحانين بالمكان هذا، والحمد لله يعني إن شاء الله نكمل ونشوف أكثر يعني في القرية هاي. قرية جمعة لقزق أو ابنة جمعة تعد أشهر تلك القرى العثمانية القديمة، وهي واحدة من القرى الخمس الموجودة على حواف جبل أولوضاغ ببورصة، وهي إحدى القرى النادرة التي تمكنت من المحافظة على البناء المعماري العائد للحقبة العثمانية، والتي ما زالت تحتفظ بطراز الحياة التقليدية منذ أن فرضت الحماية على القرية في العام 1980 بهدف المحافظة على طابع القرية، وقد تم تسجيل أكثر من 50 بيتاً من بيوت القرية البالغ عددها 270 بيتاً كنموذج لفن العمارة المدنية، إذ تتكون هذه البيوت من طابقين أو ثلاث، ويتم الدخول إلى هذه البيوت من خلال باب خشبي ذو جناحين يمثل الطابق الأرضي ذو السقف المنخفض القسم الشتوي من البيت، أما الطابق الثاني ذو السقف المرتفع فيمثل القسم الصيفي من البيت. إنها قرى قديمة منذ العهد العثماني، قام بوضع حجر الأساس لها السلطان العثماني المظفر أورهان غازي، وتتميز تلك القرى بخصوبة تربتها وبتعدد فواكهها كالتفاح والكرز والخوخ، وهي مقصد للسياح من سائر أصقاع المعمورة. قرية تتمتع بسحر الماضي، فهي تشبه لوحة فنية إبداعية رسمتها يد المولى بمناظر طبيعية خلابة تسر الناظر والمتلقي. لبرنامج الألوان السبعة، رامي عبد العال، بورصة.